الصناعة التقليدية موروث حرفي تقليدي يتميز بتنوعه وغناه وأصالته، حيث شكلت الحرف التقليدية عبر العصور المجال المتميز لبلورة وتجسيد مهارات وإبداعات الصانعات والصناع التقليديين الذين تفننوا في تقنيات النقش والنحت والزخرفة والحياكة، مستلهمين إبداعاتهم من الطبيعة ومستخدمين المواد الطبيعية في مختلف المجسمات والآلات التي ينتجونها. دور الصناعة التقليدية في مجتمع الموريتاني معروف، ما خارج حد ما يعرفه، كانت هي اللي عليها كل حالات في المجتمع الموريتاني من ناحية ثقافة والزراعة وكل كل 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 حياة كانت من ترحال إلى 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 كل شيء، هذا كان بيد الصناعة التقليديين. الصناعة التقليدية ثقافة المجتمع، وهو اللي بتنات عليه الدول الموريتانية، لأن يعني الصانع التقليدي عد الاكتفاء الذاتي الموريتاني، عدلها بجميع الوسائل، مزات الناس نقول الخيام اللي كانت في الخيمة التقليدية الموريتانية كان كامل إنتاج محلي، صانع تقليدي موريتاني هو المعدل، الصانع التقليدي هو اللي عد الاكتفاء الذاتي للمقاومة، لأنه اللي كانت تقاوم في المقاومة الموريتانية كان معدل الصانع التقليدي. ظلت هذه الثروة الحرفية الوطنية وما تحمله معها من ذاكرة وقيم مشتركة ومن ممارسات وطقوس وتعابير حية، ظلت تقاوم تقلبات العولمة والتطور المستمر الذي تعرفه أساليب الإنتاج، واستطاعت أن تفرض نفسها كرصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية لهذا البلد، وأيضا كوسيلة تسهم من خلال الأنشطة المدرة للدخل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. احنا كصناع تقليديين وكتجار في العولمة اللي طورت شوية في العالم شوي، استطعنا ان نحافظ على انتاج التقليدي الموريتاني اللي طورناه، يعني طورناه بذلي زي في العالم، كيف الصلوهات اللي تطوروا احنا عدلناهم بطريقة حديثة ومتن جودة ومتن اتقان، لان يعني شي معدل بليد ما هو كيش معدلته الماكينة. استطعنا على ان الصناعه التقليديه دخلناها في العالم كامل بجهودنا احنا الخاصه، ما هو بتمويل من الدوله، وقليله دوله جيناها ما رفدنا فيها شرف الدوله، لان والاقبال على الجناح الموريتاني ما هو كل اقبال على الجناح، لان احنا اللي عندنا صناعه تقليديه تراثيه معدل بليد، وهذا عندنا يشاهد معرض الدولي اللي معدل في شانغهاي في الصين، هذا معرض خاص وفي معارض في جميع يعني ثقافته تقليدي، كان الحظ الحمد لله الموريتاني ان الصانع التقليدي وجهوده والقبض الموريتاني بالميدالية الذهبية عن طريق الصانع التقليدي. وعلى الرغم من ذلك تبقى انواع من حرف الصناعات التقليدية معرضة للزوال، سواء لاسباب طبيعية ترتبط بالمواد الاولية او بشرية تتعلق بالتقلص الكبير في عدد الصناع المهارة الحاملين للمعارف والمهارات والتقنيات المرتبطة بهذه الحرف، او لقلة اقبال الشباب على التكوين في هذه الحرف لضمان استمرارية هذا التراث وتناقله بين الاجيال. في الوقت الحالي عندها ياسر من تراكمات، ياسر تراكمات، اولا التسويق ما هو خالق، والمواد الاوليه ما هي خالقه، و و و و والناس اللي ما عندها اهتمام، الشارع الموريتاني والمراه الموريتانيه والدار ما هم مرشحين على انهم يعودوا هاي الثقافه انهم يديروها في بيتهم. الناس اللي كانت تعدلها ما تعدلت، عادوا ياسر من الشوابين، ياسر منهم قاع مات، ولا نعطى له اهتمام ولا نعطى له شيء. و المده الاخيره برك شفنا هذا النظام تبارك مع يتحرك في قطعا، ومتبارك مع ذا اللي يقولوا التآزر فهم حياة شوي متبارك مع الناس يعدل شيء، لكن لا عشاء قد يداركوا شيء منها، ولا ما عشاء قطعا لهم
يتميز قطاع الصناعة التقليدية باستقطابه لدية العاملة بشكل كبير، الأمر الذي يسهم في امتصاص البطالة، وقد أولاه رئيس الجمهورية في الآونة الأخيرة عناية خاصة، وهو ما لقي إشادة كبيرة من الطرف القائمين على القطاع. فخامة رئيس الجمهورية يدعم الصناعة التقليدية لأنها داعم جزء من مجتمع كبير منتج واجتماعي وقادر على ينتج حاجيات المجتمع في جميع الأزمنة، مع أنه تغير حاجيات المجتمع، يتغير الصناعة التقليدية ومطالب الموجودة لإنتاج في الصناعة التقليدية. فخامة رئيس الجمهورية اعتمد على اهتمامه بالقطاع. القطاع كان عنده مشاكل تنظيمية له عشرات السنين، هو هيئاته المهنية ما غطت وجدت. لأول مرة من جاء الرئيس انطلقت تجديد هيئات الصناعة التقليدية على جميع التراب الوطني، وانطلق انتساب في مجال الصناعة التقليدية الصناع التقليديين، وانتخبوا هيئاتهم المهنية اللي هي تتمثل في رئيس الغرفة والاتحاديات الوطنية الثلاثة والاتحاديات الجهوية 15، مع أنه أصبحت هيئات الصناعة التقليدية ممسوكة، معروف الصناع التقليديين، معروف طريقة إنتاجهم، معروف طريقة تنظيمهم، والدولة تدعمهم. أمر فخامة رئيس الجمهورية مباشرة بإنشاء قرية كبيرة للصناعة التقليدية موجودة في بلاد مكان المعرض، تتكون من جميع وسائل الإنتاج، مدرسة للتكوين في مجال الصناعة التقليدية، ورشات إنتاج 150 ورشة للإنتاج، فضاءات للعروض، ومحلات للبيع مواد الصناعة التقليدية. نظرا لكل هذه العوامل، كان من اللازم حسب المهتمين بالأمر أن تبذل الجهات المعنية جهدا مكثفا من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي المهم اقتصاديا واجتماعيا.